عودة لشابتر نمبر 7 انزيمز. طبعا سألنا سؤال مهم جدا اللي هو كيف ممكن أن أقيس الانزيم كونسنتريشن. طبعا الانزيم كونسنتريشن لا تقاس، ولكن احنا ممكن نقيس الانزيم اكتيفيتي زي ما حكينا لاحقا أو سابقا. والسبب انه الانزيمز بتكون موجودة بكميات ضئيلة جدا ومن الصعب ان اقيس concentration، فبالتالي ممكن اقيسها فقط in terms of their catalytic activity. يعني انا بقيس نشاطها الانزيمي او نشاطها اللي هو التفاعلي، فبالتالي we do not measure the molecule. احنا بنقدرش نقيس molecule of enzyme او protein اللي هو الانزيم، ولكن we measure how much work it perform. يعني احنا بنقيس كمية العمل اللي بتقوم فيه أو الكاتاليتيك اكتيفيتي، اللي هي بمعنى آخر بتعني اللي هو the rate at which it catalyzes the conversion of substrate to product. قديش هي بتطلع لي product، قديش أنا بعرف قديش عندي كمية الإنزيم اللي قامت بهذا العمل. إذا الإنزيم اكتيفيتي عبارة عن reflection للconcentration تبعته، وطبعا كل ما زادت الاكتيفيتي كل ما زادت اللي هي كمية الإنزيم اللي بقوم بهذا الدور. الإنزيم اكتيفيتي طبعا ممكن أقيسها بعدة طرق، إما بقيسها بكمية البرودكت الناتج، أو ممكن أقيسها بكمية السبستريت اللي يتناقص اللي هو بقوم بتحويله الإنزيم إلى برودكت، أو كمية الكو إنزيم اللي موجودة قديش كمان كمية النقص فيها واللي هي بتعكس نشاط الإنزيم، أو اللي هي increase of altered coenzyme، أو اللي هي زيادة اللي هو التغير في اللي هو الكوينزيم. يعني إما زيادة أو نقص في الكوينزيم حتعكس لي دور الإنزيم أو البرودكت أو السبستريت، إما زيادة أو نقص. إذا السبستريت والكوينزيم موجودة بكثرة في داخل اللي هو العينة اللي أنا بقيس فيها كمية الإنزيم activity، الرياكشن ريت طبعا بيتم التحكم به عن طريق مين؟ الانزيم اكتيفيتي. الناد اتش حكينا عنه عباره عن نون اورجانيك اللي هو كو انزيم او كو فاكتور، اللي هو ريديوس فورم ابسورب لايت ات اللي هي 340 نانومتر، بينما الناد اللي هي بلس دوز نوت ابسورب لايت ات 340. إذا عندنا الناد والناد اتش، الناد بلس لما يكون موجود از كو انزيم بتحول الى ناد اتش. لما يكون عندنا الناد اتش عباره عن شكل ريديوس من الناد، بيتم اللي هو عمليه الابسوربشن على 340. او بمعنى اخر احنا لما نقيس كميه الكو انزيم الناتج بنقيس الناد اتش، لما نقيس كميه الناد بلس اللي موجود في الرياكشن اذا التفاعل عكسي بنقيس الناد بلس، ولكن الناد بلس يعني does not absorb light at 340. اذا اللي احنا بنقيسه عباره عن الناد اتش اللي هو بصير له absorption على الويف لينث 340. الانكريز او ديكريز في الناد اتش كونسنتريشن طبعا هتسبب اللي هي تغير في الابسوربشن تبعت اللي هو التفاعل على 340. كمان الميجرينج كونديشنز، الميجرينج كونديشنز اللي هي اللي ممكن انا تكون يعني مهم جدا للتفاعل الانزيم ممكن اقيسه، اللي هي كميه السبستريت والكو فاكتورز او الكو انزيمز اللي موجوده في اللي هو التفاعل. عشان هيك عندنا الكو انزيم والسبستريت بكونوا موجودين بكمية وافرة حتى نستطيع قياس كمية الإنزيم الموجود بالشكل السليم. كذلك البروبر بي اتش والتمبريتشر حكينا مهمين جدا للي هو التفاعل الإنزيمي وقياس اللي هي كمية الأكتيفيتي تبعته. الانهيبيتورز must be lacking، مش لازم يكون في انهيبيتورز. إذا أنا بقول لك الإنزيم بيشتغل على 37 ما تحطش التفاعل يكون على 35 ولا 30 ولا تحطه على 40، لازم يكون التفاعل على 37 عشان الانزيم يقوم بدوره بشكل سهل وسريع. التمبريتشر لازم تكون كونستنت، يعني مش لازم تكون متغيره بلس ماينس 0.1،
يعني لو كانت 37 وواحد من عشرة، 36 وتسعة من عشرة، مش لازم يكون في اختلاف كبير في درجة الحرارة عشان أقدر أقوم بقياس كمية الإنزيم أكتيفيتي. عندنا عدة طرق لقياس الإنزيم أكتيفيتي. في عندنا فيكس تايم ميثودز، الرياكشن بيكون اللي هو كومبايند، يعني بمعنى آخر بعمل أنا الفحص على فترة زمنية محددة، بيكون عندنا إند بوينت رياكشن، والرياكشن بروسيدز فور أ ديزاين تايم، بيكون مصمم على وقت محدد، والرياكشن بيصير له ستوبينج، يعني بوقفه على وقت أيضا محدد، وعادة بتكون اللي هي باي إن أكتيفيتينج ذا إنزيم وذ أ ويك أسيد. الميجرمنت is made of the amount of reaction that has occurred. أنا كمية الإنزيم activity بقيسها بناء على كمية الرياكشن اللي بقوم به. الرياكشن طبعا assume to be linear، لازم يكون يعني كمية الرياكشن بتكون تسارعية بناء على الرياكشن time. The larger the reaction the more enzyme is present. كل ما زاد التفاعل كل ما اللي هو كان الإنزيم موجود بكمية أكبر. The possible problem with extremely high enzyme levels. طبعا فينا بعض المشاكل بتيجي نتيجة وجود الإنزيم بكميات كبيرة. ففي عندنا من طرق اللي هي تقييم الإنزيم activity اللي هو طريقة أخرى تسمى الكونتينيوس أو المونيتورينج ميثود، واللي هي هاي الكونتينيوس أو اللي هي بسموها المونيتورينج ميثود، بيكون عندنا بنأخذ أكثر من قراءة، وعادة بنأخذ اللي هو الأبزوربانس تشينج خلال اللي هو التفاعل، زي مثلا على بسموه تايم انترفل، عادة بتكون من 30 ل 60 ثانية، أو بسموها continuously by a continuous recording اللي هو spectrophotometers. وهذه الأسيز طبعاً لها advantage over fixed time methods because the linearity of the reaction may be more adequately verified. يعني أنا لما أخذ التفاعل على فترة زمنية محددة زي ما احنا بنشتغل، يعني يعني علمناكم في المختبر على اللي هو التجربة أو الطريقة بسموها kinetic method اللي احنا بنسميها هذه continuous monitoring method. الكاينتيك ميثود بتقيس لي اللي هي الاكتيفيتي على انترفال تايم، يعني انا باخذ القراءه بعد 30 ثانيه، باخذ القراءه الثانيه بعد 60 ثانيه، باخذ القراءه الاولى بعد دقيقه، باخذ القراءه الثانيه بعد دقيقتين، لان في عندنا فيكس تايم انترفال، وبناء عليها طبعا بتم قياس الانزيم اكتيفيتي بناء على التغير في القراءات. وطبعا اذا انا قست الابزوربنس ات انترفلز several data points are necessary to increase the accuracy. يعني ممكن اخذ القراءات على عده اللي هو عده مرات، وممكن اقراها بعده اللي هي اوقات، وطبعا بتم عمليه اللي هي القيام بالcontinuous measurement، وبكون تعتبر مفضله لانه any deviation from linearity is readily observed. يعني ممكن انا اي تغير في القراءات اللي يفترض تكون تسارعيه ممكن انا اقيسها بشكل دقيق. طبعا في عندنا الاكتيفيتي للانزيم بنقيسها بعده طرق وبعده يونت. الانترناشونال يونت اللي هم بنوصلها باللامز اي يو، اللي هي بتقيس لي او ترمز للكميه الانزيم اللي هي ويل كونفيرت 1 مايكرومول اوف سبستريت بير مينيت ان سبيسيفايد كونديشن. يعني 1 انترناشونال يونت تساوي اللي هي 1 micromole of substrate per minute by in specified conditions. وعادة بنرمز اللي هي للinternational unit per liter. فينا الـ SI unit بسموها الكاتال، واللي عبارة عن molecule per second. هذه الكاتال أو اللي هي الـ SI unit بتقيس لكمية الموز of substrate converted by second. Number of moles طبعا تختلف عن اللي هو ال 1 micromole. إذا عندنا 1 mole أو في عندنا 1 micromole of substrate converted، بينما هاي الـ IU بتقيس لي 1 micromole of substrate per minute.
وهي طبعا هاي اللي هي المولز اوف سبستريت كونفيرتد بيس سكند. الانزيم ريبورتد از كاتال بير لتر، وسمى كات بير لتر 1 انترناشونال بتساوي 17 اللي هي ان كاتال نانو كاتال. ممكن انا اقيس الانزيم ماس، كمية الانزيم الموجودة ككتلة، وهذا طبعا محتاج ان نستخدم اميونو اسي ميثودولوجي، يعني باستخدام انتيجين وانتي بادي عفوا لا اللي هو الانزيم، عشان اقيم كمية الكونسنتريشن تبعت الماس اوف ذا انزيم واللي بتكون موجودة. وطبعا هذا ممكن نستخدمها اللي هي في عملية الكوانتيفيكيشن اوف سام انزيم، عشان انا احدد كمية الانزيم بشكل دقيق ممكن استخدم الاميونو اسي ميثودولوجي. الاميونو اسي مي اوفر استيميت اكتيف انزيم. طبعا هذه لها عيوب، الاميونو اسي ممكن تعطيني اللي هي تقدير اكثر من قيمة الانزيم اللي هو اكتيفيتي، وطبعا هذا ممكن يكون ناتج عن possible cross reactivity within active enzymes. يعني ممكن لما استخدم antibody يقيس لي الانزيم النشط والغير نشط، ممكن يقيس لي كمان ال inactive isoenzyme اللي هي تفرعات عن الانزيم اللي تعتبر inactive، او اللي هي partially digested enzyme اللي هي الانزيمز المحطمة لانه حيرتبط معها. اذا هاي الطريقة لا تعتبر من الطرق المفضلة لقياس الانزيم اللي هي او يعني مقارنه مع الانزيم اكتيفيتي لا تعتبر مفضله. العلاقه بين الانزيم اكتيفيتي والانزيم كوانتيتي عاده اللي هي لازم تكون اللي هي بسموها لينير. لينير يعني بروبورشنال، يعني كل ما زاد الكوانتيتي كل ما زادت الاكتيفيتي. وطبعا هذه بتم should be determined for each enzyme، لازم نحددها لكل انزيم. الانزيمز كذلك ممكن احددها عن طريق الكوانتيفيكيشن، يعني بمعنى اخر ممكن اقيس كميه الانزيم عن طريق اللي هو تكنيك يسمى الالكتروفوريسيس تكنيكس، واللي هي بدورها طبعا ممكن تقيم لي كميه الايسو انزيمز اللي موجوده في اللي هو الماده المراد قياسها. طبعا هذه الالكتروفوريسيس تعتبر من الطرق المفضله لقياس الايسو انزيمز، وهي طبعا مهمة جدا في بعض الحالات هنحكي عنها لاحقا. في حد يا شباب وبنات عنده سؤال لحتى الآن، أو في إشي مش واضح حابين نرجع له؟ واضح الكلام ولا إيش رأيكم؟ دكتور بس في الأول في البداية كان الفرق بين الألوستريك سايت والأكتف سايت، لو تعيد الفرق بينهم. احنا حكينا انه الانزيم طبعا له اللي هي سايتس معينه بيرتبط فيها على السبستريت، وطبعا هاي السايتس اللي هي بتكون موجوده اهمها اللي هو الاكتيف سايت، اللي هو طبعا حكينا بكون موجود على اللي هو السبستريت. خلينا نرجع للي هي الرسمه. يعني عندنا هنا حكينا نقطة مهمة، السبستريت كويس، السبستريت والإنزيم، الإنزيم هذا باللون الأسود والسبستريت باللون الأخضر. السبستريت الآن يرتبط على أكتيف سايت الموجودة على الإنزيم. السبستريت لما يرتبط على الأكتيف سايت الموجودة على الإنزيم حيعطي الإنزيم سبستريت كومبلكس. وجود السبستريت على الإنزيم بيؤدي إلى تغير في السبستريت. ملاحظين السبستريت هنا ممكن يكون two compounds، اثنين الآن ارتبطوا على وين الactive site، نتيجة ارتباطهم على الإنزيم الإنزيم سرع عملية تحويل اللي هي substrates هذه إلى منتج جديد، والمنتج الجديد هذا طلع بعد هيك والإنزيم ظل موجود. هذه نقطة مهمة جدا بدها تجرنا لإشي مهم جدا، إنه في كمان على اللي هو الإنزيمز في عنا allosteric sites، والالوستريك سايتس هذه غير الاكتيف سايتس. الالوستريك سايتس هذه مكان كمان موجود له كافيتي، وهذا الكافيتي بيرتبط عليه اللي هو شيء بسموه ريجوليتر او انهبيتر او كوفاكتور.
إذن عندنا في عندنا إمكانية إنه يرتبط عليه inhibitor يمنع نشاط الإنزيم كله، والألستريك سايتس هذه ممكن تكون عبارة عن عامل أو مكان لارتباط الكوفاكتور أو مكان لارتباط اللي هي الإنهيبيتور، والإنهيبيتور هذا ممكن كمان إذا ارتبط مكان اللي هو على الإنزيم ممكن يغير في شكل الأكتيف سايت، وإذا غير في شكل الأكتيف سايت السبستريت مش هيقدر يرتبط على الإنزيم، هيعمل له inactivation. إذن هو ممكن الإنهيبيتور يعمل inactivation للإنزيم ويؤدي إلى خلل في الكافيتي اللي هي تعتبر الأكتيف سايت اللي المفروض يرتبط عليها السبستريت. إذن عندنا الكوفاكتور بتساعد الإنزيم على أنه يرتبط على السبستريت، الإنهيبيتور بتمنع الإنزيم أنه يرتبط بالسبستريت وبتمنعه بعدة طرق، إما بتكون بسموها competitive أو non-competitive inhibitor. هذا الكلام أخذتوه مفروض أخذتوه في الجنرال بيولوجي شرحناه، وشرحنا عن اللي هي الانهيبيتورز واللي هي ممكن تكون يعني الانهيبيتورز ممكن تكون موجودة وتروح ترتبط على الأكتيف سايت وتمنع السبستريت أنه يرتبط، ممكن الانهيبيتور ترتبط على المكان الآخر اللي هو موجود على الإنزيم اللي هو بسموه الألستريك سايت وتؤدي إلى تغير في شكل الأكتيف سايت. إذا عندنا الانهيبيتورز ممكن تكون كومبتيتيف ونون كومبتيتيف. كومبتيتيف يعني بتجري إنها ترتبط محل السبستريت، إذا ارتبطت محل السبستريت معناته الإنزيم السبستريت مش هيلاقي مكان يقعد فيه، إذا ارتبطت على المكان الآخر للإنهيبيتور هتغير من شكل الأكتيف سايت بحيث إنه لا تسمح لارتباط السبستريت في المكان اللي هو الأكتيف سايت، زي بالضبط القفل والمفتاح. إذا القفل والمفتاح إذا المفتاح ما لقاش مكان المناسب مش هيقدر يفتح، كذلك الشكل الأكتيف سايت إذا تغير هيبطل السبستريت يقدر يرتبط على الإنزيم عشان يعمل سبستريت إنزيم كومبلكس. واضح السؤال الجواب؟ تمام دكتور. في حد عنده سؤال يا شباب وبنات لحتى الآن؟ إيش عندكم أسئلة ممكنكم تسألوا قبل ما نكمل؟ طبعا في عنا إنزيمز لها مهمة من ناحية طبية، وهذا اللي بتعنينا كمان إن إحنا ندرسها كميديكال تكنولوجي، إنه في عنا ميجر إنزيمز أوف كلينيكال سيجنيفيكانس، يعني إنزيم له أهمية من ناحية طبية، والإنزيمات كلها موجودة في جسمنا وكلها يعني لها أهمية، ولكن في بعض الإنزيمز بندرسها بشكل يعني كبير وواسع لأنها ترتبط بأمراض. فينا إنزيم اسمه الأسيد فوسفاتيز، هذا مرتبط في اللي هو البروستاتا، البروستاتا موجودة عند الرجال طبعا وبتفرز إنزيم اسمه الأسيد فوسفاتيز. طبعا بيرتفع الأسيد فوسفاتيز في حالات اللي هو البروستاتيك كارسينوما، في حالات الكارسينوما أو كانسر البروستات. فينا الALT أو الألانين أمينو ترانسفيريز مرتبط بالهيباتيك ديس أوردر، فينا الألكالين فوسفاتيز مرتبط بالهيباتيك ديس أوردر وفي البون ديس أوردر، الأميليز مرتبط بالبنكرياس مرتبط بالأكيوت بنكرياتيتس. طبعا هذه الإنزيمز موجودة في تيشوز، كلها موجودة في تيشوز، وين في خلل في النسيج بتلاقي بيرتفع. الAST موجود في تيشوز في عضلة القلب، في المايكاردل انفاركشن بيرتفع في حالات الجلطات والانسدادات في الأوعية الدموية المرتبطة بالقلب. الهيباتيك ديس اوردر كذلك الAST موجود في الليفر وموجود في عضلة القلب، موجود كذلك في العظم في المصل سكيليتال مصل ديس اوردر بيرتفع الAST. السي كي اللي هو كرياتينين كاينيز بيرتفع في حالات اللي هو اصابات عضلة القلب انه موجود فيها اساسا، وكذلك موجود في السكيليتال مصل اذا بيرتفع فيهم. الجاما جي جي تي او بسموه الجلوتاميل ترانسفيريز ترتفع في حالات الهيباتيك ديس اوردر لانه هي اساسا موجودة في نسيج الليفر. الجي 6 بي دي الجلوكوز 6 فوسفاتيز او جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز طبعا عبارة عن انزيم له دور مهم جدا في عمليات الجلايكوليسيز، وجدوا انه طبعا له دور في الدراك انديوس هيموليتيك انيميا، في حالات اللي هو الهيموليتيك انيميا بيرتفع الجي 6 بي دي. اللاكتيت دي هيدروجينيز ال دي اتش وجدوه موجود في عضلة القلب في الليفر، وكذلك بيرتفع في حالات الكارسينوم.
طبعا هذه الانزيمز تعتبر يعني من الانزيمز اللي احنا هنتكلم عنها بشكل اكثر تفصيلا، واللي هي مرتبطه بنواحي مرضيه. من الانزيمز المهمه اللي هناخدها اللي هي الكرياتين كاينيز. الكرياتين كاينيز عباره عن انزيم، وهذا الانزيم طبعا دوره انه مرتبط بعمليه الريجنريشن والستورج اوف اي تي بي، اللي هو بسموها الهاي انرجي فوسفيت او اللي هي الاي تي بي. السي كي له دور مهم جدا، انه وجود الاي تي بي بحول اللي هو الاي تي بي الى مركب عضوي يسمى الكرياتين فوسفيت زائد اي دي بي. بالنسبه للكرياتين كينيز بريدومينانت فيسيولوجيكال فانكشن، دوره مهم جدا وين؟ في اللي هو المسل سيلز. المسل سيلز طبعا لها دور مهم جدا في عمليه الكونتراكشن، ومحتاجه طاقه بشكل مستمر، وطبعا الطاقه هذه محتاج جسم انه يخزنها في داخل اللي هو السكيليتال مسلز، وطبعا بخزنها على شكل كرياتين فوسفيت. اذا دوره الكرياتين كينيز انه بيعمل لي كاتاليسيز لعمليه اللي هو ريفرسيبل رياكشن اوف كرياتين زائد اي تي بي زائد كرياتين فوسفيت زائد اي دي بي. تفاعل طبعا عكسي، ممكن جسم يحول الاي تي بي اذا كان في فائض الى كرياتين فوسفيت زائد اي دي بي، او مور يرجع مره ثانيه يحوله الى اي تي بي اذا احتاج الجسم اي تي بي. الكرياتين كينيز طبعا تركيزه موجود بكثره في اللي هو السكيليتال مسل والكارديك مسل والبرين تيشو. اذا في عندنا ثلاث انواع من الكرياتين كينيز، اللي هو طبعا هاي تعتبر كايسو انزيمز. بزيد اللي هو البلازما سي كي، وجدوا انه مرتبط زيادته في الاكتيفيتي مرتبط بالدمج في اي من الانسجه اللي هي السكيليتال كاردييك او البرين تيشو. بزيد السي كي سبيشالي يوزفول ان دياجنوسيس. طبعا اذا زاد السي كي في السيرم هيساعدنا في تشخيص امراض مهمه زي الاكيوت مايوكارديال انفاركشن. الأكيوت مايوكارديال انفاكشن اللي فشل عضلة القلب، أو الخلل الناتج عن فشل عضلة القلب، ينعكس على وجود كميات عالية من السي كي انزيم. كذلك في حالات الماسكولار ديستروفي اللي هو بسموها سكيليتال ماسل ديزيزز. الديستروفي هي عملية موت خلايا العضل أو العضلات أو اللي هي العظمية، لأنه موجود هو في السكيليتال ماسل. إذا صار ديستروفي موت في خلايا المصل السكيلت المصل، حنلاقي السي كي ارتفع لأنه طبعا موجود فيها بشكل أساسي. إذا عندنا بناء على تصنيف الإنزيمز إلى آيسو إنزيمز، وجدوا أن السي كي تتصنف إلى 3 آيسو إنزيمز، وكل آيسو إنزيم متخصص في المكان اللي هو موجود فيه. طبعا كل آيسو إنزيم وجدوا أنه بتكون من 2 different polypeptides. طبعا لما اتكلم عن الانزيم كالسي كي انزيم وعباره عن بروتين، والبروتين عباره عن بولي بيبتايد، فوجدوا انه السي كي بيكون موجود على شكل 2 ديفرنت بولي بيبتايد تشينز، اما ام او بي، وعندنا ام تعني او ترمز للمصل وبي ترمز للبرين. فوجدوا انه في عندنا ايسو انزيم سموه سي كي بي بي او سي كي 1، وهذا يعتبر برين تايب، يعني موجود في البرين بشكل اساسي. يعني لو انا بدي افحص كميه السي كي 1 معناته انا بدي افحص كميه الخلل اللي هو موجود في البرين تيشو. لو بدي افحص السي كي 2 اللي بسموه السي كي ام بي، اللي هو عباره عن يعني هايبريد من الكار من ال من الكاردييك او من البرين ومن الكاردييك مسل، اذا سموه سي كي ام بي او سي كي 2. في ان السي كي ام ام عباره عن اللي هو ايسو انزيم يرمز للي هو المسل تايب سي كي اللي موجوده في المسل تايب. نورمال سيرم ابروكسيميتلي موجود فيه من 94% to 100% of سي كي ام ام. اذا عندنا السيرم في اجسادنا بشكل طبيعي اللي موجود فيه عباره عن سي كي ام ام بشكل اساسي، من 94 ل 100% سي كي ام ام. اللي موجود في السيرم من الموجود فيه اللي هو الكارديك مسل تايب اللي هو السي كي، موجود اللي هو عباره عن 80% بيكون في جسمنا من السي كي ام ام،
20% بتكون موجودة من السي كي ام بي. طبعا هذا الكلام قدروا يعرفوه عن طريق اللي هو الالكتروفوريسز. لو وضعنا اللي هو العينة من السيرم في اللي هو جهاز الالكتروفوريسز، وجدوا انه البروتينز اللي موجودة اللي عبارة عن الايسو انزيمز من السيكي يعني بصير عملية لها توقف للحركة بعدة اللي هو مستويات بناء على الموليكولر ويت تبعها بناء على نوعها. فملاحظين هنا ان مريض عنده مايوكارد الانفاركشن، وجدوا انه عنده كمية من الام ام، وفي عندنا الماكرو والام بي والبي بي، وطبعا هنا بيكون عندنا موجود في تيار كهربي الانود والكاثود. وجدوا انه البي بي migrate fast to anode than MB. يعني بمعنى آخر لو حطينا عينة في جهاز الإلكتروفوريسز، وهذا الجهاز الإلكتروفوريسز عبارة عن وسط يعني عبارة عن عينة بتكون فيها جل، والجل هذه محطوطة ببفر ونحط فيها تيار كهربي، وبالتالي البروتينز بتمشي في الجل وتتحرك وتتوقف عن الحركة عندما تصل لشيء بيسموه الايسو الكتريك بوينت، نقطة اللي هي السكون، انه يعني تتساوى فيها الشحن الموجبة والسالبة. لو حطيت عينة بروتين في سوليوشن بفر هتحمل شحنات سالبة، هتتجه باتجاه الموجبة، خلال حركتها هتترسب وتتوقف عند اللي هو الايسو الكتريك بوينت تبعتها. كل بروتين له ايسو الكتريك بوينت يختلف عن الاخر. وجدوا انه البي بي سي كي بي بي اللي هو المتخصص في البرين تيشو، وجدوا انه سريع في الحركه اكثر واحد باتجاه اللي هو الانود، واكثر من الام بي والام ام. الميجر ايسو انزيمز في السيره اوف هيلث بيبل از ذا ام ام 4. حكينا احنا قبل هيك انه من 94% ل 100% من السي كي عباره عن ام ام في اللي هو في أجسامنا بشكل طبيعي. الفاليوز للأم بي اللي هو الهايبريد للمصل والبرين range from undetectable to trace، يعني يكون موجود بكميات ضئيلة أقل من 6% من السيكي اللي هي نوع السيكي أم بي. هذا الكلام طبعا بفيدنا جدا إنه لما نفحص العينة ولاقي كمية السيكي أم بي عالية، معناته المريض هذا عنده myocardial infarction، لأنه مش من الطبيعي انها تكون موجودة وين في السيرم، كميتها بتكون ضئيلة جدا. كذلك وجدوا انه السيكي بي بي is present in small quantities في السيرم of healthy people. عشان هيك لو حطناه في الالكتروفوريسز هنلاقي اسرع واحد اخف واحد فيهم البي بي، لانه لا يتواجد في السيرم بكميات كبيرة. الام بي اقل يعني موجود بكميات ولكن ضئيلة برضك. الام ام بيكون موجود بكميه كبيره، وهذا طبعا يعني مهم جدا في تشخيص امراض زي اللي هو الجلطات بسموها الدماغيه او اللي هي الجلطات القلبيه. اذا كميه السيكي ايسو انزيم من ناحيه دياجنوستيك سيجنيفيكانس، من ناحيه تشخيصيه مهم جدا، وله دور في عملية الكشف عن المايوكارديال دامج، إنه في عنا تلف في عضلة القلب أو توقف لعضلة القلب. واحد بيجي على المستشفى على غرفة الاستقبال بحس بنقزة في الجانب الأيسر، بيعملوا له فحص سيكي أم بي، بلاقوا السيكي أم بي عالي عنده، على طول بحولوه إلى غرفة العناية المركزة على أساس إنه يقدروا يلحقوا انهم يقدروا انهم ينشطوا عضلة القلب لانه فيها تلف او فيها خلل. الكارديك تيشو طبعا تحتوي على كميات كبيرة من السيكي ام بي، لانه كميات ضئيلة بتكون موجودة وين في السيرم. فوجدوا ان التيشو تحتوي على تقريبا على 20% من الاول سيكي ام بي. زيادة السيكي ام بي عن 6% من التوتال سيكي يعتبر indication للأكيوت myocardial infarction، وهذه طبعا نقطة مهمة جدا في اللي هي تشخيص الأكيوت myocardial infarction. specificity للسيكي أم بي level في الدياجنوسيز للأكيوت myocardial infection
ممكن طبعا تزيد اذا انا قدرت افحص كمان انزيم اخر اسمه اللاكتيت دي هيدروجينيز، وهذا اللاكتيت دي هيدروجينيز طبعا موجود ايضا في عضله القلب. اذا السي كي ام بي ارتفع والال دي اتش والال دي اتش ارتفع، معناته في عندنا اللي هو اكيوت مايوكارديال انفاركشن. بعد الاكيوت مايوكارديال انفاركشن السي كي ام بي بزيد بعد تقريبا الحصول الى الاكيوت مايوكارديال انفاركشن باربع لثمان ساعات ما بعد الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، بصل لاعلى نسب له في البلد بعد 12 ل 24 ساعه بعد الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، بعد تقريبا 48 ل 72 ساعه بيرجع للنورمال. وهذه طبعا اللي هي نقطه مهمه جدا في عمليه الدياجنوسيس للي هو الاكيوت مايوكارديال انفاركشن. ليش يعتبر مهم ان شخص الاكيوت مايوكارديال انفاركشن؟ لانه اذا انا شخصها مبكرا بانقذ حياه مريض، اذا شخصت بشكل مؤخرا او متاخرا ممكن المريض يموت ويصير عنده اللي هو هارت فيلير، فشل في عضله القلب. فينا اللي هو كارديك اللي هو انزيمز مهم جدا يسمى التروبونين، وهذا التروبونين له طبعا تصنيفات، من اهمها بسمى التروبونين تي ليفل. هذا التروبونين تي ليفل برضك بيرتفع لانه موجود في عضله القلب، وطبعا وجدوا انه بيرتفع بيبدا يرتفع تقريبا within 3 to 4 hours بعد اللي هو الاونست اوف مايوكارديال دامج، وبصل للبيك تبعه بعد 10 ل 24 ساعه، وبيضل مرتفع لمدة 10 ل 14 يوم بعد الأكيوت مايوكارديال انفاركشن. لو أنا بدي أرجع مرة تانية كويس لا اللي هو التروبونين تي والسي كي أم بي، هنا طبعا بيبدأ يرتفع من 3 ل 4 ساعات، بينما السي كي أم بي حكينا بيبدأ يرتفع بعد 4 ل 8 ساعات. إذا وجدوا أن التروبونين تي له أفضلية أنه بيبدأ يرتفع قبل السي كي أم بي، وكمان البيك تبعه بصل تقريبا اللي هو in 10 to 24 hours، بينما هنا البيك بيصل من 12 ل 24 ساعة. إذا الفرق هنا محدود، ولكن الفرق هنا كبير بين السي كي ام بي واللي هو التروبونين تي، بيرجع للنورمال بعد 48 ل 72 ساعة، بينما التروبونين تي بضله مرتفع وبصل للنورمال بعد من 10 ل 14 يوم. إذا وجدوا أن التروبونين تي أسي أوفر إنكريز أوبورشنتي تو ديتكت اللي هو الأكيوت مايوكارديال إنفاكشن، خاصة عند الناس اللي عندهم بسموه سايلنت هارت أتاك، خاصة عند النساء. وجدوا النساء كثير من النساء بيصير عندهم اللي هي هارت أتاك وبيكون سايلنت يعني بدون أعراض، فوجدوا التروبونين تي له دور أنه يكشف عن الأكيوت مايوكارديال إنفاكشن عند النساء اللي عندهم سايلنت هارت اتاك. كذلك التروبونين تي وجدوه مهم جدا لانه بيرتفع قبل السي كي ام بي، ارتفاعه قبل السي كي ام بي بيعطيه افضليه في تشخيص الاكيوت مايوكارديال انفاركشن. طبعا هنا عندنا الشكل بوضح لي اللي هو الالكتروفوريتيك سيباريشن اللي هو السي كي ايسو انزيمز في السيرم لواحد اللي هو هيلثي اللي هو ايه، وهنا واحد اللي هو عنده acute myocardial infarction. ملاحظين الهيلثي في النورمال بكون عنده CK2 أو CKMB very low، بينما الناس اللي عندهم acute myocardial infarction وجدوا أن CKMB بيرتفع بشكل ملحوظ طبعا خلال اللي هي الفترة الزمنية اللي هي اللي حكينا أكبر من اللي هي التروبونين تي within 4 to 8 hours، بينما هنا عندنا التروبونين تي with 3 to 4 hours. طبعا هذا الشكل بوضح لي اللي هو الانزيم اكتيفيتي للسي كي ام بي للانسان الطبيعي وللانسان اللي عنده هارت اتاك. طبعا عمليه الاسي للسي كي اكتيفيتي تعتمد على اللي هو عمليه الفوسفوريليشن للكرياتين او الاي دي بي. إذا ذاكرين إحنا قبل شوية شفنا تفاعل اللي هو السي كي بحول الكرياتين فوسفيت إلى كرياتين وجود الـ ADP طبعاً وبينتج لي ATP، والعكس صحيح إنه الـ ATP طبعاً
زائد يعني ممكن الاي تي بي زائد الكرياتين يتحول الى اي دي بي زائد كرياتين فوسفيت. اذا عندنا طريقه قياس السي كي كويس بتعتمد على عمليه الفوسفوريليشن اوف كرياتين او الاي دي بي، وهذا الرياكشن طبعا يعني بيتم عمليه قياسه على 340 نانومتر، وعاده اللي هو عمليه قياس الكرياتين او السي كي الكرياتين كاينيز اللي هو از انزيم اكتيفيتي بنقيسها بناء على وجود الكرياتين فوسفيت زائد الاي دي بي. السي كي دوره بحول لي اياه الى اي تي بي زائد كرياتين، والاي تي بي طبعا ممكن انا اقيس كميتها بوجود الجلوكوز عن طريق اللي هو الهكسوكاينيز انزيم، وطبعا ينتج لي جلوكوز 6 فوسفيت، وال6 فوسفيت هيعطيني بوجود انزيم اخر جي 6 بي دي اعطيني ناد بي اتش زائد فوسفوجلوتينيت. اذا عمليه الاسي عاده بتكون كابلد اسيز يعني اكثر من رياكشن، وطبعا بدورها هتعكس لي كميه السي كي اكتيفيتي، فكميه الناد بي اتش اللي بتطلع هتكون تتناسب طرديا مع الاكتيفيتي اوف سي كي.